أنا كنت في تونس وإلا خارج تونس. رفماك من توا للتسعة ونص نرجع لحصيلة الأحداث ما صار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. نحكيه على الأحداث الوطنية، نحكيه كورة، نحكيه على هزيمة النادي الإفريقي البارح هدف مقابل صفر ضد النجم الساحلي في حمادي العقربي برادس، ونحكيه على آخر المستجدات في علاقة بالعدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني وعلى الفلسطينيين في غزة. أخبار أخرى أرسلها فيكم تباعا من توا حتى لآخر الحلقة. السلام عليكم الناس الكل في 30 دقيقة الأخيرة من برنامجنا اليوم، يلتحق بنا كالعادة الشيخ سيف الدين الكوكي. السلام عليكم الناس الكل، نستناو تفاعلاتكم مساجاتكم على الباج فيسبوك ديوان اف ام، وكالعادة على المباشر ادخلوا تابعونا على اليوتيوب ديوان اف ام لايف. هذه رفماك حتى للتسعة ونص. نسلموا على النصر بدو اللي غيب علينا اليوم بسبب ارتباطاته المهنية في الأثناء، يقود الفريق كالعادة مهما تغيرت الأسماء. نحب تصفيق عليه لو صباح الأنوار. صباح النور، صباح الخير، صباح الأنوار. راح جمعة مباركة على زملائي الكل هنا، مش زملائي هم أخوتي، ما عندي زملاء وأصدقاء، عندي أخوة، أنا نخدم مع أخوة وربي فضلهم للكل. قدور قدور خويا توي غير نعرفه مغيار، والله نعرفه مغيار. شنو قصدك عندك من خو؟ خليها خبرتي انت، ذيك الورقة نتاعي خليه لي خبر نتاعي انا سيدي. خلينا نقولوا من توا خويا تخلك هيئة كبار القوم في الترجي، هيئة الحكماء يستاهل كل خير، حتى هو شد رئيس عنده درق قداش في الترجي كان رئيس باسكتبول. نحب نقول اللهم نعمت فزد، زدنا من خيراتك يا ربي، زدنا من الغاية النافع، وربي بقى على بلادنا ستر إلى يوم الستر. ربي يحفظنا، ربي بقى علينا ستر، ربي يرحمنا بالغيث النافع إن شاء الله. إن شاء الله أمطار وغيث نافع على كامل تراب الجمهورية. نجم النجوم الأيقونة لو كرون زياد المكي، صباح الفل زيدون. رحب بكم، رحب بالناس الكل، ان شاء الله جمعه مباركه لقازينا ربي يطول الخدمه، ربي يسهل لكم في اعمالكم، واللي ماشيين يصليوا فهمت ولا ربي يتقبل دعاكم في صلاه الجمعه هذه. انا احسن نهار نحبه نهار الجمعه والله يا رفيق، خاطر ويكاند، خاطر نهار بديل ونهار عبادة وكل، وزيد غدوة ما نخدموش وواحد يرتاح وكل، وعنده شان من نهار الجمعة. والله يا رفيق نحكي معاكم جدي، ربي يرحمنا بالمطر كما قال الحاج البارح، شهدت في جندوبة زادة أمطار كبيرة برشا، ربي يرحمنا ويرحم جميع المؤمنين يا رفيق. ونحن إن شاء الله نعديو ساعتين ونص ممتازين. بحذورك سي زياد، بحذور الجميلة سندريلا، صباح الأنوار، صباح الورد والكل والياسمين والحاجات المزينة الكل. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة وجم جمعة مباركة عليكم الناس الكل. إن شاء الله ربي يحل البيبان الرزق عليكم وقدامكم ويفتحها قدامكم ويعطيكم اللي تتمنيه الكل يا ربي. إن شاء الله يا ربي يقبل منا دعانا. مش تقول أنت نهار الجمعة في مساء ما نعرفش، هي معلومة في مساعة فيها يستجيبوا فيها الدعاء، دونك من الصباح لليل وأنتم دعيوا إن شاء الله تخطفك الساعة ذيك وتكون ساعة استجابة، باش ندعيوا لأخواتنا في فلسطين يا ربي ينصرهم وربي يحميهم، وإن شاء الله ربي يرحم الشهداء في غزة. ورانا ما نسيناش فلسطين وما نسيناش غزة. أمين، ربي يرحم الشهداء، ربي يشفي الجرحى. يتواصل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل، نحكيه فيه بعد شوية في آخر المستجدات. نحكيه في إنجازات كتائب القسام العسكرية اللي تواصل نجاحاتها العسكرية رغم قتامة الصورة اللي جينا في علاقة بالقصف وبعلاقة بالأبرياء اللي قاعدين يرتقيوا كشهداء يوميا. نرحبوا به نجم النجوم محمود البارودي، صباح النور. صباح الورد والياسمين، جمعه مباركه اللي يسمعوا فينا الكل واللي يتفرجوا فينا الليله زاده كيف كيف الكل، نصبحوا عليهم قبل حتى ما نبداو الحلقه. محليها المطر الصباح رفيق، وقت اللي تسمع والرعد زاده كيف كيف تخليك هكا تخمو في برشا حاجات، تقول لك الرعد كيفاش هو قوه ربي سبحانه، كيفاش كنا نتمناو في المطر وجات المطر الحمد لله. تبقى القومة راي صعيبة ياسر، قومة صعيبة 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 والله يسمع والله برجولية رفيق، إذا كان نرتاحوا الكل مع بعضنا نرتاحوا. ليش عليك ليه وحدي ما خليكمش؟ ليه خليكم وحدكم، احنا مش في ما خليكمش وحدكم، خذ تفرق للنقابة، خذ تفرق خذ تفرق. والله كنت خلصوني نرتاح لحكيك سينو بربي ديديكاس لصديقنا أحمد الطياري، يسمع فينا والله عنده برشا، وكل مرة كله مش عمل له ديديكاس وننسى، يحب يسلم على والده الهادي الطياري ويقول له كل عام وانت حي بخير يا بابا،
كل عام هو حي بخير. نسلموا عليه نقولوا له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. نسلموا عليه زاد هو لو جولدن بوي السيناريست حاتم بالحاس. صباح الفل حاتم. بونجور بونجور رفيق بونجور. صباح الخير للناس اللي يسمعوا فينا الكل. هذه هديه لي محمود الليمون اللي كان اللي تابع فينا على على يوتيوب. خاطر البارح حكيت له حكايه قلت له كيفاش كان مراد صغير كنت نخدم معاه كان الصباح يجيب كل يوم ليمونه يقشرها ويعطينا ياكلها يعني كان يعطيني القشور يقول لي اعمل هكا يديك تطرى قداش القشور قداش يفوحوا اليد. دونك الديديكاس وبعثها لي هكا يا اخي محمود البارودي غار جاب لك جاب الكعبه كبيره. البارح صارت لي غريبه في صفيصه نحكي لكم عليها. البارح طلعت في الكهرباء انا ومحمود وسونيا ثنيه كامله يا رفيق وهما يزيدوا على بعضهم. انا نعمل ساعه ستريتش انا نعمل ساعه كارديو انا ويحكيوا بسبور وكل شيء. اليوم انا صبحت كورباتيو جوست سمعت حكايه يا رفيق. اليوم نذكروا الناس اللي تسمع فينا انه راف ماج بلس باش يكونوا معنا موجود حتوم وتو تراو كالعاده تريحه التريحه معناتها في الكويز. انا ما نحبش نحكي تفاصيل. الجمهور وحده وقف في الحاتم وحده وقف في الحاتم التفاصيل اللي لا حرف ماج. والله يا رفيق والله للامانه يا محمود والله قلت لك والله شكون زاد مشيت الحاتم قلت له حاتم شنو نحط يحط لك رفيق على شنو تلعب شخصيه تاريخيه عربيه ايش تحب. قال لي والله يا زياد اللي تحطوه مبروك اقسم بالله. لا مش هكا قال. قال شكون مش تلعب قلت له مع محمود. قال قال اي حاجه المنافس الساهل ما يبدل لي حتى شيء. هكا قال شكرا لك يا حاتم ورجع كابتن حلقه الرفاق.